لذلك يقول العلماء الحدود الشرعية زواجر وجوابر. اش في المعنى ليس؟ المعنى ليس ما إلا يخدم أن كريم يتعاقب في الشرع ذاين يتوجبر ذي الدونيس يتوجبر يتعدى في رسل العقوبة ذي الأخر يتوجبر يتعاقب مرتين أي يتعاقب ذي الدونيس أي يتعاقب ذي الأخر ألا خطر يبوي لحقيس الدونيس يتخلص. الحدود الشرعية زواجر وجوابر. زواجر ما اعتبش الإنسان كي يشوف العقوبة هذه يقول. لذلك من في القانون الجنائي بارونتيز البينال الناحية القانونية أشيني العقوبة فيها الردع الخاص والردع العام. معناتها ولك انت خدمة هذه ولا تخدم راه يخلصي تيوباس دايم هذه يقول ويا أذر نظر ويا أذر نظر. هذا فكر مثال أكثر. مثلا في السعودية مرة تبقى حد السرقة يوني يخرس يزمنا فلوس طبعا لم قد ذلك حضرا يعني شحال مرة تساولا في بعض المناسبات في المؤتمرات كيما تحضر موني غادي يحضر غادي يحضر ولسان كوراج بيان سور كوراج غادي يحضر ما ولا يفوس يوفي طبعا الامراكي زعما تقول تسليمة يا عجبة الشريعة ياكي وسعر الرحمة مشاكا ربي القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الدنيا ولاش رحمة سيني ربي صار رحمة كثير ولكن ليكزيكيسيون طريقة التطبيق والتحقق من وقوع الجريمة ذا غير شغل البشر. الآية القرآن هذا غير القرآن الكريم ربي هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر الآية ياكل مسائل غدا في الدروس اللي إن شاء الله أتساءي ماذا؟ ذي القرآن ما ذي السنة في صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقول هذا في الابليكاسيون ذي التطبيق لاقي زمرتي في الشظى يزمرتي الغلطة يزمرتي الفطل خاطر ما ديني جريمة السرقة تسعى لي كونديسيون تسعى الشروط ماشي كان وين يخرني زعما سافوس جامي ماشي وين يخرني اللاز يلوز يخر وين زمر فوسيس وين إلى آخره أتصن تمسان. لذلك عمر ينادي بوال ولو في غرة ولا ماكي ياكل ما تفهموني في الواقي نستيد يكذب الأمور كي إلى درواد الله من إلى آخره في نقطة في القضايا الجناية وكذا برمي الكلام دينا سيدنا عمر إن الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. شو المعنى؟ ربي خلق دي فاسم الخدمة يفسنا يمر في نرى الخدمة ذي الحلال يزمر أذمان ذي الحرام من ولا يون أن جون يخر يبوصنا يخر أشي يخر أبورتابنا أشي يخر يخر ماشي لقى يخر كان غان كوني دين دي حد السارقة فلان يفس دي خلق ربي الخدمة إلا قلسوا عن الخدمة ما إلا ولاش الخدمة يزلفوسيس يخر أستيد زمغرفوس ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لذلك القاعدة الذهبية تقول تدرأ الحدود بالشبهات مجرد وجود شبهة الشبهة تفسر الشك لصالح المتهم على فافور المتهم. قواعد ذهبية قواعد ذهبية معناتها ثورة ماشي في تاع ديتاي ولكن في تاع كيكا دي ميساج كان كرسائل مهمة أساسية باللي الجانب الباب الجنايات صعب وخطير لذلك لازم الدقة لازم كل حاجة ندقق فيها مليح مليح باش نفهموا لي غلطة مالي تبقى القرآن الكريم من السنة ولا قرا يغلط. لذلك يا جماعة الخير